كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. نظمت جمعية تحدي مساواة المواطنة بالدار البيضاء ورشة تدريبية في إطار مشروع الإعلام المجتمعي، أي في إطار إنتاج إذاعي، وخلق الهدف منها خلق إذاعات محلية خاصة بالمجتمع المدني. جمعية تحدي في هذه اليومين تتنظم دورة تكوينية لفائدة أطر الجمعيات القرب وكذلك بعض الأصدقاء والصديقات اللي هم مهتمين بالإعلام المجتمعي. هذه الدورة بغينا نقوي قدرات هاد الفاعلين من أجل إيصال صوت جمعيات الحي لعموم الناس. كذلك هنا هذا راديو الدرب هو راديو اللي غادي يبدا يتواصل مع ساكنة الأحياء الشعبية في ظواهر ولا في قضايا مختلفة. كذلك أن هذا راديو الدرب هو صوت كما تنقولوا صوت اللي ما عندوش صوت باش يسمعوا في إذاعات أخرى أو راديوات أخرى أو إعلام مرئي أو مسموع أو مكتوب. السلام عليكم، تحية طيبة، تشكر المنبر كاب 24 على هذه التغطية هذه المشروع اللي هو مشروع تنظم جمعية التحدي مع مجموعة ديال مع الشركاء ديالها اللي هو راديو الدرب، وباش يوصل الصوت ديال الجمعيات للحي. تنتم انا شخصيا كمستفيد وكناشط جمعوي هذه المبادره هذه، وتنتوخى منها انها تعطي يعني مجموعه ديال الثمار تكوينيه، وانه يحدي الحدو ديالها يعني جمعيات اخرى اللي تقوم بحال بنفس هذه المبادرات هذه اللي تتشجع الشباب على التكوين. مثلا بحال تنشوفوا هذه الجمعيه هذه دارت مثلا هذا راديو الدرب اللي هو غادي يكون يعني كما تنقولوا مشروع غني، وباش يستافدوا يعني الشباب ديال المنطقه اكثر. مازال التكوينيه بحال هكا اللي تقدر انها من المستقبل انها تكون ياخذوها كمهنه وتحل حتى مشكل البطاله على مستوى المغرب. وشكرا. السلام عليكم، سميتي هدى سعد. انا صراحه ماشي منخرطه في جمعيه التحدي، ولكن تواصلت مع السيده بشرى ملي شفت الاعلان ديال الصحفي يونس الشيخ، وتواصلت معه. كانت صراحه الصدر رحب ورحبت فيا بحفاوه، وقدرت انني نكمل هذه الدوره التكوينيه اليوم معهم، فكنشكرهم بزاف. شكرا للمنظمين، شكرا لجمعيه التحدي.